سوف نتعرف يا أبنائي على الفعل المعتل وأنواعه. الفعل المعتل هو ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة ألف واو ياء، مثل قام، وجد، دعا، جرى، روى، قال. ينقسم الفعل المعتل إلى أقسام ثلاثة، أولها المثال وهو ما كان أول حروفه الأصلية حرف علة مثل وعد ووصف. النوع الثاني الأجوف وهو ما كان في وسط حروفه الأصلية حرف علة مثل قال سارة. ولكم أن تعرفوا أبناء الطلاب أن حروف العلة ثلاثة وهي الواو والألف والياء.